لحظات اعتراف وتقدير لمجموعة من الفعاليات. شاعر متميز ومتألق. التي أثرت الخزانة العربية. هو قليل كل ما نقول في حق أستاذنا الكبير الذي تعلمت على يده أجيال وأجيال من الأساتذة والمثقفين. عز جل تطور الشعر واستفادة جل الشعراء والزجالين. تذكارية لهذا اللقاء الجميل بين شعراء، بين رؤساء جمعيات ثقافية في خدمة الفن والثقافة